نبدي وياكم مشاهدينا رحلة جولتنا الصباحية، وهذا اليوم جولتنا راح تكون من الحلة وراح تاخذنا كاملة العراقية في مدينة الحلة وتحديدا إلى سوق الحدادين، والذي يعد مسرحا للذاكرة الحية حيث تصدح فيها أسواث المطارق. لذلك اليوم راح يكون ويانا مراسلنا زين العلي. حياك الله زين، صباح الخير عليك، نورتنا في صباحنا وحدثنا عن أجواء وجولتنا لهذا الصباح، حيث يعتبر مثل ما ذكرنا هو واحد من الأسواق التراثية في الحلة، وبالتأكيد حيث احنا مثل ما نعرف امتد ل 500 سنة ومنذ قرون. نعم صباح الخير عليك زين. صباح الخير احمد، صباح الخير لكل مشاهدي قناتنا الحبيبه. نعم مثل ما نوهت احمد اتواجد في سوق نعم. الحدادين اللي هو ارث الحديد والنار كما يطلقون عليه الحرفيون في هذا المكان. هذا الارث عمره اكثر من 150 عام، طبعا من ذاك الزمن والى هذه اللحظه هم يتوارثون هذه المهن حفاظا على هذا الارث وهذه الهويه الثقافيه. اليوم راح نتجول في هذا السوق ونتعرف على كيف كان السوق في ذلك الزمن والى اين انتهى كيف اصبح وكل هذه الامور، ونبدي مع احد اصحاب المحلات اللي هم نسميها قاعده الطيبين اللي هم قاعدين حاليا يشربون الشاي. صباح الخير حجي، شلون صحتك؟ هلا بيك، هاي شلون احوالك؟ تعرف حضرتك؟ اي شو اسمه؟ اسم حضرتك؟ رزاق عبيد صغير. حياك الله حجينا. حجينا السوق، سوق الحدادين كيف كان وكيف اصبح ولماذا؟ سوق الحدادين احنا قدماء بالسوق، صار لنا 120 سنه نشتغل بالسوق. من زمان جدي صغير وابويا واني نشتغل بالسوق، هذا السوق تاريخ قديم، سوق الحله الكبير سوق الحدادين. فهذا نشتغل به، ناس تشتغل مناخير، ناس شراريخ تشرخ، اي يشرخون الخشب، وناس مثلا تشتغل بال يشتغلون بال شو اسمه مناجل حديد وبازير مناجل، اي كافه الاشياء هذه صنع يدوي، يعني مو صنع هذا صنع محلي. حجينا توارثتوا مو فقط المهنه، توارثتوا اكيد في الذاكره يعني قصص حكايه من ذلك الزمن، من زمن اباكم اجدادكم. والله هو شغلتنا شغله قديمه، وكان شغله حلوه يعني وشغله قديمه، هسه ولدنا ما اشتغلوا بيها، كلهم توظفوا ولدنا وهذا يعني صاروا بالوظيفه، يعني مسد بعد. اجى هذا الاستيراد طب لنا شويه اثر علينا. المنجل طاب والبازوره طبت والمنخر طاب والغربيل كل هذه طبت، هاي لما طبت هاي اثرت علينا، هذه هوايه اثرت علينا اكيد، اي فهذه اثرت علينا هوايه. وهذا السوق مالنا سوق قديم ومستعزين به، وانا من سنه الستين طبيت بالسوق اشتغل به، يعني صار لي تقريبا فوق الستين سنه اشتغل به انا، هاي من كنت صغيره لحد الان. حجي العلاقات الترابط الاجتماعي بينكم انتم اهل السوق القدماء ما زالت؟ كانت كلش طيبه وكلش يعني مرتاحين. قبل مثل المريض احنا نروح نفقده، واللي يحتاج احنا نطيب بيناتنا المساعدات مستمره، ونشتغل ناس تشغل ناس، وناس تداين ناس، وناس تعطي ناس، يعني اكثر من هسه علاقاتنا كلش قويه، وصناعاتنا مرتبطه ناس بناس، اي صناعاتنا يدويه مرتبطه الحمد لله والشكر، والعيشه بسيطه كانت، ولا اقول لك افضل من هسه، احسن من هسه كانت العيشه. هاي العيشه البسيطه كانت والفلوس كانت قليله احسن من هسه. شكرا لك حاج، الله يحفظكم، حياكم الله. حياك الله. نعم مستمرين في جولتنا سوق الحدادين. طبعا السوق سابقا كان يعج بالمتبضعين وخاصة الفلاحين اللي كانوا يقصدون هذا السوق للحصول على البادورة والمنجل، يعني مواد الحراثة واللي تساعدهم في الزراعة والبذور. حاليا هنالك تغييرات في السوق بفعل التطور اللي العمراني اللي شهدته المدينة، وأيضا المستورد اللي هو بأسعار زهيدة وبسيطة. صباح الخير، شلونك حجينا؟ شلون أخبارك؟ الله يخليك، الله يحفظك حجينا. أنتم من زمن في هذا المكان
خالدك تحدثني ذكرياتكم بهذا السوق، كيف كان السوق سابقا؟ وهذا جيلي يروح جيلي ويجي جيلي ابن عمي. هذا بالأصل السوق من زمان العثمانيين، كان الترك تحكمنا قبل ما تحكمنا الدولة العراقية، ترك كانوا هنا بعدين الترك طلعوهم، فإحنا بالنسبة لنا أجدادنا هنا. ليش أنتوا تصنعوا قبل ليك الفترة؟ هذا الجاهز بين سكينة، بين كرك، بين فدان مال زراعة كله. أسماء كانت موجودة وبيهم اللي انتقل إلى يعني توفى، وبيهم اللي ترك العمل. بيت توين السادة، بيت توين، بيت تاج الدين، ناس تجي نعم أحبتي. هذه الأصوات اللي تسمعوها أصوات الطرق، وأيضا هذه الشرارة الملتهبة شرارة النار، هي إيحاء أو يعني ترمز إلى تشكيل أو ولادة فد مواد طبعا يدوية الصنع، وهي أيضا يعني ذات كفاءة وجودة عالية. صباح الخير حجينا، شلون أخبارك؟ وعيني. شلون شغلكم؟ سالفنا شنو اللي دا تنتجوه؟ والله تعبان شغل ما. كل شيء تغير من السماء اللي قاع. والله شنو اللي كنت تنتجوا سابقا واستمريتوا لحد الان؟ هسه كله قام يجينا من برا من الصين. الافضل هو اكيد شغلكم. طبعا شغلنا افضل واحسن ونوعيته زينه. زين هذا الحديد انتم شلون هسه اليه عملكم؟ يعني هذا الحديد الصفائح تطرقوها والله لو واحد مثل الـ 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 الناس تجيب لنا حديده من عندهم، لو احنا من عندنا ورق ما سياره، لو بسمار مال قطار، لو لوي، لو مبرد، إن ذن نسوينا. إحنا أكثر شغلنا بالسكينة، لأن ذاك الشغل كله تعبان. هذا يحتاج لقوة بدنية. إيه طبعًا، والله قوة بدنية. واحد ماكل لازم زين. يومي هذا الريوق الصباح زين. ذيك الأيام بيسع يعني تبلشون العمل. من الصبح لليل نشتغل. بس شوف السوق فارغ كله من وراء الدولة الله يحفظ. قاعدين هسه لا شغل ولا عمل، اشوف السوق حتى ما بي احد. يعني الاسباب اكثر انه من ناحيه التطور العمراني؟ هو هذا الاستيراد اللي وقف السوق مالتنا، اي. كله كان هذا المصنع مال اسكندريه انتج احسن كرك، هذا اهلا نغاتي عليكم السلام. هسه الكرك صيني، الرشمه صينيه، المدر كله صيني، الطبار صيني، هذا كل. أعداد الحرفيين اللي كانوا هنا بدأ يقل؟ آلاف آلاف الناس كلها متعلقة بالزراعة. الزراعة هسه احنا لا زراعة ولا صناعة ولا تجارة، كل شيء معد أصلا، كل شيء معد. زراعة هذا العروم كان نعم زين كله يزرع ويحصد ويزرع وكل شيء يسوي. هسه كل شيء ماكو، ايش يزرع؟ هذا يحاسبوا على المي، حاسبوا على البذور، على الحنطة، على المدري شنو. غادي أهلا. نعم أسمعك حبيبي. نعم زين اسمعك زميل احمد. نعم زين، يعني اسالك على، تحدثت في بدايه الكلام عن التطور العمراني، هل هو ما زال حاليا محافظ على شكل الاثر القديم، ام هنالك مشاريع قادمه مستقبليه ممكن انه يكون اكثر تطورا؟ وايضا السؤال الاخر حتى استغل فرصه وجودك معنا، ممكن انه مثل ما ذكر المتحدث المواطن اللي معك، انه ذكر انه ممكن انه المستورد اثر على العمل في السوق. نعم أحمد، نعم أكيد التطور العمراني اللي شهدته نعم. المدينة والمحافظة بصورة عامة بدأ يطغى على مساحات خضراء اللي هي مرتبطة بعمل الحدادي، كون الأغلب المتبضعين هم من الفلاحين مثل ما تعرفون، اللي يقصد هذا المكان الحصول على منجل أو فأس أو هذه الأمور الباذورة اللي متعلقة بالزراعة. لكن مع تقلص هذه المساحات بدأ يعني الإقبال على هذا السوق يقل. أيضا التطور من ناحية المباني، المحال، اليوم المحال ما شهدت ترميم او صيانه، شهدت تركه واصحاب المهن تركوا مهنهم، غيروا اماكنهم، بيهم اللي يعني احنا سولفنا وياهم قبل ان نبدا بالمباشر انه اغلبهم يفضل التعيين على هذا المكان لانه يشهد يعني تراجع من ناحيه الاستيراد اليوم باسعار زهيده. يعني الفأس نعم. اللي ينتج بهذا الجهد والقوة البدنية والطرق من ساعات الصباح الباكر ممكن انه يعني مبلغه حسب ما قالوا انه 1000 او 2000 دينار، والمستورد الجاهز بدون هذا الجهد لكن هو رديء طبعا
نعم. الناس تفضل لأنه مبلغه هو 2000 دينار أو 1000 دينار لكن ليس بتلك الكفاءة. مثل ما تشوفون أن السوق هذا قبل كان يعز بالمتبضعين اللي يقصدون هذا المكان لكن الآن قلت وهي العوامل الكثيرة. ذكرنا أنه التطور العماني وأيضا المستورد لكن ما زالوا يورثون أبنائهم يعني أغلب الحرفيين في هذا السوق يورثون أبنائهم هذه المهنة. صباح الخير. الحمد لله على الاستاذ. نعم من السوق أنت؟ من باب الآن. أنت متبضع أم حرفي؟ والله متبضع من الشاعر ثمانية. من زمان ترداد هذا السوق؟ شلون كان هذا السوق قبل؟ قبل كان العالم ناطوب هسه من صار انسدادات بس شو اسمه صبات وصارت ازدحامات وسوق قليل العالم تجي قام العالم تروح للمحلات فهسه أنا كنت نازل السوق إلا مربية الأرض لأن لنا بتاريخ هذا تاريخ. اللي تتذكره من تلك الأيام؟ نجي جدي إحنا عرب نجي نشتري المسحال منجل هاي مربعنا ذولا كلهم. كله تغير؟ ها؟ تغير هذا لكن بقى عالق؟ إيه طبعًا طبعًا تغيرت هواي وضع تغير هواي هواي. لك الله يحفظك حياك الله دايم ممنون الله يحفظك. نعم نعم زين المشاهد يعني مثل ما نوهنا سابقا انه الاقبال على هذا السوق قال لكن هم اليوم مواكبين التطور والحداثه بدوا يصنعون اشياء تتلائم ويا هذا التطور يعني مناقل او الزناجيل هي موجوده سابقا لكنه طوروها حتى تواكب الحداثه وعملهم يبقى مستمر. اكيد هو بالحداثه لازم يكون العمل مستمر مباشر بعمله. خلينا نشوف هذا العمل وهذا الجهد. صباح الخير. شلون صحتك؟ مرحبا. متحمل هاي الحراره وهذا الطرق والجهد وهاي مصدر معيشه. نتحمل الحراره ونتحمل بريد ونتحمل اذيه من اجل مصلحتنا العامه يعني انه معيشتنا. الناس اليوم تفضل هذا انتاجكم اليدوي الصنوع؟ الناس تفضل انتاجكم هذا اليدوي ام المستورد؟ الانتاج اليدوي افضل من الحاضر لان الحاضر منجيبه تنك عباره مجرد بس اول شغله من يبدي بيه من شغله ثانيه من تعمه بعد ما يشتغل يذبه. انتم اليوم ورثتوا ابنائكم هذه المهنه ورثتوا ابنائكم علمتوهم على هاي المهنه؟ نعم نعم انا عندي ابني انا يستارثها من عندي لان مصلحتي هاي وانا احبها لان هذا شغلي احبه انا. من باب انه تحافظون عليها وهي مصدر رزق. نعم من باب الحفاظ على المهنه مهنه الاباء والاجداد ومن باب هي مصدر رزق فيها هاي. نعم. لها تاريخها العريق هاي لها تاريخ بارز بهذا السوق قبل و نعم زين الابرز ما كان يميز السوق سوق الحدادين قبل سوق الحدادين اقوى من هسه هسه الصين ياثر عليه قبل كان شغل نعم زين اذا تسمعني اكو واحد قاعد كلها تشتغل وافضل الشغل يشتغلوا كانوا يدقون الزنجيل والباذورة والمنجل والسكينة والقنجة والخرماشة والكرك هذا كله كان بيدوي كله بلي حبيبي. نعم زين إذا تسمعني طبعا جولة ممتعة جدا وأتمنى الرزق للجميع وفعلا قضينا وياك وقت جميل في سوق التراثي هو سوق الحدادين. إن شاء الله يا ربي على قادم الأيام نتعرف أكثر على كل أماكننا في المحافظة. شكرا جزيلا لك ولانضمامك إنه